السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخ كارمن. النهارده هنعمل مع بعض كشري ام عبد الله بطريقه سهله وبسيطه. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. تعالوا بقى شوفوا كل المكونات اللي انا جايباها هديه. اهم حاجه من عمايل الكشري ونجاحه صلصه الطماطم تكون ايه، حمراء يا قوطة، واهم حاجه تكون طازه. مش هينفع صلصه الطماطم، لازم تضيفي طماطم طازه وكمون وكزبرة ناشفة وشطة وملح وكوباية من العدس أبو جبة وكوباية ونص من الرز المصري. طبعا المقادير دي حاجة اختيارية ترجع لك حسب أفراد أسرتك. وكوباية من الكوب من المكرونة الشعرية وشوية مكرونة سباكيتي كده نص الكيس، وبرضو نص الكيس من المكرونة العقل، وخمس بصلات وراسين توم. طبعا الكشري عايز بصل وتوم بقى. والحمص بقى جبته تنقعيه 24 ساعة وتغيري له المية، وتبتدي بيه الاول نحطه على النار عشان اول ما تبتدي بعمل الحمص هيستوي لحد ما انتي تخلصي كل الكشري. وتحطيه على النار وهو بيغلي هتشيلي من عليه الريم وتغيري كل شوية تشيلي بالمعلقة الريم اللي بيطلع دوا، وبعدين تقيه لحد ما المية تبقى جميلة ونجيفة بالشكل ده. ونجيب البصل المتقطع قطعته ايه شرايح، وحطيت عليه معلقة صغيرة من الملح، وححط عليه معلقة صغيرة من الدقيق الأبيض، وحقلب البصل بالدقيق والملح واسيبهم كده ايه دقيقتين لحد ما الزيت يسخن. الزيت بتاع الكشري طبعا اللي انتوا شايفينه ده انا هستخدمه في عمايل الرز، وحطه على المكرونة وححطه على كل حاجة. فطبعا لو انت شايفة الزيت غزير ما تقلقيش، عشان الزيت مش هيبوز ولا حاجة. ممكن بعد كده تقلبيه بتنجان وبطاطس وليه استخدامات كتير. وتفضلي تقلبي البصلة كده، طبعا هتحطي كل البصل مرة واحدة، يعني تجيبي حلة كده كبيرة عشان تقلي فيها، وتفضلي تقلبي كده هو هياخد بتاع نص ساعة لحد ما البصل يبقى لونه كده ايه خلاص بقى لونه ذهبي، يعني قبل ما يتحرق تشيليه، علشان لو اتحرق هيبقى طعمه مر وحش، ولو طلعتيه لونه ابيض هيبقى طري ومش حلو. فانت لازم تظبطي لون البصله ما تحرقهاش، وتفرديه كده على ورق المطبخ علشان الزيت ينزل منه، ولازم تفرديه كله علشان يتهوى ويبقى مقرمش وجميل. ما تحطوش كله فوق بعض كده هيبقى ايه مش حلو، كده هيتهوى زي ما انتوا شايفين وهيبقى مقرمش وطعم الملح فيه والدقيق خطير جدا. تعالوا بقى نعمل صلصة الطماطم. ايه ده الجزء بقى ايه التالت. جبت بقى الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، شلت منها دورتها كده، شلت منها البذرة بقى ولا مش عارفة ايه يعني، وعملت علامة الفي كده من تحت، وحطيت عليها نص كوباية مية وحطيتها في حلة على النار. ليه بقى انا عملت كده؟ علشان بعد ما الطماطم اطفي عليها لما اجي اشيل بقى القشره منها هتبقى سهله، واجي اضربها في الخلاط زي ما انتم شايفين شلت منها القشره بسهوله، وبعدين ضربتها في الخلاط مش محتاجه بقى اصفيها. لو انت مش بتحبي البذر ممكن تصفيها في المصفى. طبعا بقى ايه جبت الثوم كمان عشان هعمل صلصه الطماطم، وقشرته وحطيته في محضره الطعام. وجبت بقى زيت البصل اللي احنا قلينا فيه البصل، حطيت شويه على النار، وحطيت التوم اللي انا فرمته في محضرة الطعام، وقعدت اقلب بقى ايه شوية كده التوم مع الزيت. طبعا البصل بقى ريحته بقى في الزيت طلع جميلة جدا مع التوم. حطيت بقى ايه الكمون والشطة والكزبرة الناشفة والملح، وقلبتهم كمان شوية اتنين كده، وبعدين حضرت بقى ايه صلصة الطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط كانت جاهزة، رحت حطيتها على ايه التوم والكمون والكزبرة والشطة والملح، وخلاص كده قفلت عليها بقى ايه واسيبها تتسبك وما تضيفيش اي نوع من المية عشان الصلصة ما تبقاش ايه ما تبص. هي صلصة الطماطم كفاية اللي هي يعني الطماطم، ممكن تزودي صلصة الطماطم لو انت عايزة، بس اهم حاجة تكون الطماطم فريش. نغطي بقى الصلصة دي بقى ونخليها على جنب، ونيجي نعمل مع بعضنا ايه دقة الطماطم، قصدي دقة الكشري. جبت بقى ايه التوم
وحمرته في الزيت برضو اللي هو بتاع البصل اللي احنا قلينا فيه البصل نفس الطريقة. وبعدين انا ايه هحط عليه ايه الثوم والكزبرة والشطة، وهحط عليه معلقة من صلصة الطماطم اللي انا عملتها، وبعدين هحط ايه نص كوباية من المية وربع كوباية من الخل، وطبعا انت هتظبطي الملح فيها كويس جدا. وهخليها على جنب كده. عملنا الدقة، نيجي بقى نعمل العدس. حطيته على النار لمدة 25 دقيقة استوى وصفيته زي ما انتوا شايفين كده، بعد 25 دقيقة وحسب ما يستوي معاكي. نعمل بقى المكرونة. حطيت الحلة فيها مية على النار وعليها معلقة ملح كبيرة، وحطيت المكرونة الاسباجيتي الاول عشان بتاخد وقت اطول لمدة 6 دقايق، هي بتاخد 11 دقيقة، والسوى المكرونة العقل 6 دقايق. فانا حطيت المكرونة الاسباجيتي 6 دقايق الاول، وبعدين حطيت المكرونة العقل وقلبتهم مع بعض، وبعدين صفيتهم مرة واحدة وحطيتهم في الحلة، وحطيت عليهم ربع ايه كوباية من الزيت بتاع البصل، او تحطي عليها معلقتين من زيت البصل اللي احنا قلينا فيه البصل وتقلبيها، هتبقى مفرولة وجميلة جدا ومش معجنة. وبعدين جبت الطاسة وحطيت فيها زيت برضو من بتاع اللي قلينا فيه البصل، وحمرت فيه المكرونة الشعرية لحد ما بقت ايه لونها ايه ذهبي خلاص. طفيت عليها كده وقلت اعمل بقى ايه الرز كمان، عشان انا هوريكم دلوقتي هنعمل ايه بالمكرونة الشعرية. حطيت برضو زيت البصل اللي احنا قلينا فيه البصل وحطيته على النار، وحطيت الكوباية ونص رز بعد ما غسلتهم كويس وصفيتهم من المية، وقلبتهم لمدة 10 دقايق كده قبل ما الرز يصفر. رحت حطيت عليه المكرونة الشعرية اللي انا عملتها، وحطيت المية والملح وغطيت عليه. طبعا انتي بتحمري الرز في الزيت ليه؟ علشان ما يطلعش معجن ويطلع مفرول وجميل جدا، علشان لو انتي ما عملتيش الخطوة دي الرز هيطلع معجن ومش حلو. ودلوقتي بقى ايه الحمص استوى والعدس بجبة استوى، حطيتهم مع بعض في حلة، وصلصة الطماطم برضو استوت، والبصل جاهز، والدقة زي ما انتوا شايفين حطيت فيها معلقة من صلصة الطماطم اللي عملناها، وتظبطي بقى الملح والشطة والخل. وادي الصلصة هي تقيلة مش محتاجة تزودي عليها مية عشان ما نبوظ الطعم، والحمص ده الزيادة بقى تخليه على جنب ايه علشان تزوقي بيه الطبق من فوق. وزي ما انتوا شايفين الرز بقى ايه مفرول، وبرضو العدس والحمص حطيت عليهم 3 معالق من زيت البصل علشان يبقى مفرول، وكانت ريحته جميلة جدا. نيجي بقى لطبق التقديم. حطيت بقى معلقة من الرز على معلقة من العدس بالحمص، ومعلقة من المكرونة. ما انا قلت لكم بقى كشري ام عبد الله، بقى النهاردة بقى ايه هنكشر بالكشري ام عبد الله. ودي بقى ايه حطيت المكرونة، ونجيب بقى ايه صلصة بقى ايه الطماطم اللي احنا عملناها. انت بقى تظبطي الملح والشطه الطعم اللي انت بتحبيه. وهجيب بقى كبشه كده من صلصه الطماطم، شايفينها جميله ازاي وحلوه. انا بحب عن نفسي الصلصه تكون ايه يعني ايه مركزه كده، مش بحبها تكون خفيفه قوي او ايه تقيله قوي، يعني بحبها كده بالشكل ده. وتحطي بقى البصل المقلي المقرمش الجميل، وشوية بقى حمص كمان هحطهم دلوقتي عليه علشان ايه اكل بقى كشري ام عبد الله. شوفوا بقى احلى كشري مش هتعرفي تاكلي كده برا. الفيديو ده انا بهديه لصالح، ابن اختي، هو بيحب الكشري قوي، وانا بهديه الفيديو ده ليك يا صالح عشان تشوف الكشري. واديني حطيت شوية دقة كمان اهو. بصراحة كان يعني ريحة الطبق مش هقول لكم طبعا، انتوا دلوقتي تخيلوا بقى ريحة الدقة بالشطة بالكشري بالحمص بالعدس. دلوقتي بقى هاكل بقى وايه هاخد معلقة وهقول لكم بقى ايه الطعم. يلا بقى معلقة. شايفين بقى العدس مفرول والرز مفرول، كل حاجة مفرولة ليه بقى؟ عشان ايه الزيت بتاع البصل. وعايزة اقول لكم حاجة، يعني
انت ممكن تحطي كل المكونات دي في حلة واحدة، تقولك ايه ده كشري، ايه الحلة الواحدة كشري، حلة واحدة ايه، لازم كل حاجة تتعمل لوحدها وبعد في الاخر تحطيه في حلة واحدة، كده كده هيبقى فيه اطباق وهتقفي على الحوض. شايفين بقى المكرونة جميلة ازاي، مفرولة كمان من الزيت، جميل جدا. تقدمي بالطريقة اللي انت عايزاها اللي تعجبك، ممكن تقدمي طبق كبير، ممكن تقدمي في علبة، بالطريقة اللي انت ايه بتحبيها. وتحلي بقى حتة بسبوسة مع كوباية شاي، يا سلام، يوم مصري اصيل 100%. وعايزة اقول لكم بقى ما تنسوش ايه، لايك والشير والكومنت ان سبسكرايب للقناة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. واقول لكم بون ابيتيت، مع السلامة، مع السلامة، مطبخ كارمن. وقولولي بقى على طريقة الكشري، مع السلامة، مع السلامة، مطبخ كارمن.